أنقذوا سجناء التاجي، هذا الهاشتاج دعا إليه نشطاء في العراق لمناصرة السجناء والمعتقلين في السجون لما يلاقونه من انتهاكات على يد القوات الحكومية. نقرأ الآن عليكم أربعا من التغريدات المذيلة بوسم أنقذوا سجناء التاجي، والتغريدات تباعا. البداية مع صفاء الكربولي يقول: عشرات التاجيات في العراق، منها السري ومنها العلني، ومنها ما تديره الدولة ومنها ما تديره اللا دولة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنقذوا سجناء التاجي. إلى تغريدة ثانية، فراس إلياس يكتب: في العراق السجون هي عبارة عن أماكن للقتل والتعذيب الذي يجري خارج إطار القانون وليس للإصلاح كما هو في الدول المتحضرة. أنقذوا سجناء التاجي. إياد دليمي يقول: إنهم يتعرضون لواحدة من أسوأ وأبشع عمليات التعذيب الممنهج دون أي رادع. هذا ناهيك عن عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها، لابد أن نرفع أصواتنا دفاعا عن المستضعفين. الآن إلى التغريدة الرابعة، وكتبها حسين دلي، يقول فيها: دعم السجناء والمخفيين قسرا في سجون الحكومة العراقية واجب على كل صاحب ضمير وأخلاق. انتهاكات بالجملة من إدارة السجون وابتزاز للسجناء وذويهم بجانب إهمال حكومي لا يبالي بأي تقرير إنساني أو حقوقي داخليا كان أو خارجيا.